تحياتي. الدوري الإسباني هذا الموسم في نوع من المنافسة المفاجئة، جيرونا بينافس ريال مدريد على اللقب. حلقة اليوم ما رح نتكلم عن هذه المنافسة، رح أتكلم عن شيء. أول ما الدوري الإسباني صار فيه قصة جديدة، فيه شوية إثارة جديدة، طلعت الظاهرة السلبية اللي تقريبا طفشت كثير ناس من مشاهدة الدوري الإسباني في الماضي. في الفترة ما بعد صعود برشلونة بيب، يعني خلينا نحكي من 2009 ل 2012، كان دائما في بالإعلام المدريدي نبرة إنه إحنا مظلومين وبرشلونة هذا مسيطر على الدوري نتيجة التحكيم وما دون ذلك. وطبعا وتجاهلوا حقيقة إنه هذا النادي مسيطر في أوروبا، وتقريبا يعني مع الإجماع بعد فترة برشلونة بيب كان يعتبر ربما يكون أقوى فريق عرفته تاريخ كرة القدم. بس مع ذلك كان في نبرة تخلق توتر كبير إنه تحكيم، هذا اللي بتشوفوه كله هذا السحر تحكيم، وبالتالي كثير ناس ما استلذت بما فيه الكفاية بتلك الفترة. اللي صديق بيضل يكرر لي بيقول لي هذيك الفترة الثالث أربع سنين يا أخي أنا كنت أظني متوتر في حياتي اليومية بسبب التوتر اللي كان في الليغا. الآن رجعنا لنفس الشيء بس بدافع آخر. الآن ريال مدريد هو الفريق المهيمن القوي اللي جايب 14 دوري أبطال، وبرشلونة الفريق اللي عنده مشاكل ومعاناة، ووصلت الأمور إنه تشافي يعلن رحيله مبكرا. المشكلة اللي بتصير قاعدة في مدريد في برشلونة عند هدول الاثنين تحديدا انهم لما يكون وضعهم سيء لأسباب معينة، سبب مالي إداري، بيحاولوا يغطوا على أخطائهم بانهم يبثوا صحفيين تعونهم يبلشوا يقنعوا الناس انه كل اللي بتشوفوه هذا عبارة عن تحكيم. اكيد مثلا الفترة الحالية لابورتا ما بده حدا يسأله ليش دفعت برافينيا 60 مليون وانت فعليا محتاج فلوس، ليش بعض الأسماء اجت وفعليا اكتشفنا ربما انه ما إلها مكان، ليش انت اللي ما معك فلوس بتدخل بصفقات، ما بده هذا الشيء، ما بده ينحكى له ليش تشافي شعر بانه وحيد في المعركه واضطر يرحل ويعلن لوحده وبشكل مفاجئ للجميع بما فيهم لابورتا، يعني كان مخبره قبلها بكم من ساعه. اذا بروح على هذا الاسلوب، نفس الشيء في مدريد بروح على هذا الاسلوب، لو بكره برشلونه رجع قوي ومسيطر حيقلب كل الاعلام المدريدي ذبحونا ظلمونا دمرونا، هم الاثنين يعني ما فيش فرق بين الاثنين، ربما الان برشلونه اللي بيشكي اكثر، ويعني حتى وصلت الامور انه يقول هو اللي بيصير معي في الملعب نتيجه قضيه نيجريرا، لكن اللي بيحضر الملعب بيعرف انه برشلونه من اول الموسم اموره مش تمام، لا في الدفاع ولا في الهجوم وفي الوسط احنا عارفين الوضع مع اصابة بدري وبعدين اصابة جافي، كان روميو هو اللي شايل خط الوسط الا شوي يعني، وهذا بكفي تعرف انه كان في معاناة بالوسط. هذه مشكلة في اسبانيا. هينا بنحضر الدوري الانجليزي مستمتعين جدا، بيطلع كلوب بزعل بيقول اخ الاصفر احمر، ثاني يوم الموضوع انتهى خلاص، ارجع كرة قدم، ارجع احكي كرة، شوف كرة، استمتع كرة. لكن كل يوم والثاني خبر تحكيم خبر تحكيم خبر تحكيم، مظلومين ظلمونا، وسطت الأمور قناة ريال مدريد تهاجم تشافي ومسيرته كلها وبتقول له كل مسيرتك مشكوك فيها، يعني الأمور كثير بصراحة منفرة، بتطلع كرة القدم من نفس الواحد. يعني أنا كنت مستمتع، أنا بشوف جيرونا فريق جميل بنحضر له مباريات، وأحلى شيء بتحضره بهدوء ما في حدا سائل فيه مع أنه بينافس على اللقب، ماشي أمور بهدوء، بلعب كرة حلوة جميلة، بدل ما يقعدوا يحكوا بهاي المواضيع يشوفوا هذا الفريق، يشوفوا مواهبهم اللي بالأندية الثانية يروجوا لها ويعملوا لها، بقعدوا يقولوا كرت أصفر وركنية وضرب التماس ويضيعوا الدنيا. شوف إنجلترا، إنجلترا بتلقى لاعب بيلعب مع نادي بده يهبط والناس كلها بأوف ما أحسن وما أروع وبده يشتروه بدهم بيعوه، يعني بيفرق كيف إحنا نتناول كرة القدم. فبصراحة إذا بدهم يرجعوا الصحف المدريدية والكتالونية على النغم القديمة فيعني يريحونا، خلي الواحد يعني ما يرجع يدخل كثير معهم لأنهم حيوتروه أكثر من اللازم زي ما وتروه في الماضي، وهذا قاتل جدا، ثقافة قاتلة جدا لفكرة ترويج المنتج. كيف أنا بدي أقنع المشجع اللي بيحضر دوري إنجليزي وعايش بالهند أو الصين يجي يحضرك وهو حاسس إنه هالبطولة هاي كلها بتفوز فيها وبتخسر بالحكام؟ أنا محتاج رأيكم بهذا الموضوع، وبنوصل هون لنهاية هذا الفيديو. كنت معكم أنا محمد عواد، موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك، والسلام عليكم ورحمة الله.